بعد دخول التوقيت الصيفي حيز التطبيق وبعد أن ضبط المواطنون مواعيدهم بإضافة 60 دقيقة، ما يزال الجدل قائما في الشارع المغربي حول جدوى هذا الإجراء الحكومي. فإذا كان البعض قد راقه تطبيق التوقيت الجديد، فإن الإجراء قد خلق تذمرا في صفوف العديد من المواطنين لما يسببه حسبهم من آثار سلبية على الصحة ونمط الحياة. نحن بالنسبة لنا حنا كالطاكسيات عندناش مشكل، وقت ما خرجنا كنخدموا، ولكن الموظفين والدراري الصغار، الدراري اخص الدراري المدرسه، الدراري المدرسه مشكله. كنت كنعس في العشرة ولا في 11، نبقى نعس في ذاك الوقيته، وفي الصباح عاود غادي نفيق في نفس الوقت اللي كنت كنفيق فيه، يعني نفس عدد الساعات اللي كنت كنعس غنبقى نعسهم وصافي. الصراحه هو النهار الاول داز عليا صعيب، زعما في عافيه النعاس، زعما كنتخربق، زعما كنعس مع كمال حتى نتنعس مع 12 هكا، زعما كتلقى ان زعما الوقت داز ومازال ما نعسش نتايا، والصباح عاوتاني كتفيق معطل. شي واحد اللي خصو يفيق مع 6 باش يوصل الخدمه ديالو مع 8، كنظن غيتاثر اكثر. لحقاش تنوض مع الساعة، ماشي هي تنوض مع الخمسة، فهمتيني؟ واحد الساعة، ومهم انك تغير الساعة في شنو سميتو في المكانة، ماشي هي الساعة الداخلية ديالك. اعتماد التوقيت الصيفي تقول الحكومة انه يساعد على تقليص استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة وتسيير التعاملات التجارية مع الشركاء الاوروبيين، لكنه قد يتسبب حسب البعض في متاعب صحية بفعل الخلل الذي قد يحدثه على الساعة البيولوجية للأفراد. أكثرية الأطفال هم اللي ما تيقدروش على هذه الساعة اللي كنقصوها لهم ديال النوم. الناس كيكونوا مرض، بحال دابا الناس كيضربوا الانسولين، ولا الناس كيكونوا كياخذوا الدوايا ديال الأمراض المزمنة ديال التونسيون، الناس اللي كيكون فيهم الزهايمر، كوليسترول، كنوليو اوبليجي اننا ننصحهم انهم يديكاليو داك لا بريز دو ميديكامون ساعة من بعد. شيوخ حتى هما كيتاثروا بزاف، باسكو كيكون عندهم ديجا المشاكل ديال النوم، كيكون عندهم النوم قلال مع العاج، وكيزيدوا يكملوا كنقصوا لهم ديك الساعه، كيكونوا الناس كيفيقوا في الليل باش كيصليو الفجر ديالهم. كتكون عندنا واحد الاثار سلبيه، ولكن واحد الاسبوع حتى اربعه الاسابيع. عادة ما يحدث التوقيت الصيفي حالة من الارتباك لدى المواطنين، خصوصا خلال الأيام الأولى، غير أن اتخاذ بعض الاحتياطات كالنوم المبكر والأكل المتوازن قد يساعدهم حسب المختصين على الاستئناس بهذا النمط الحياتي الجديد.